المسألة الأولى إخواني أخواتي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نجي المسألة الأولى، هاي مسألتان أحيانا نقدر نربطهم بالطلاق وأحيانا لا، بغض النظر عن الطلاق. أي مسألة، أنت عندك معاملة بيع، معاملة شراء، سفر عندك، قضية تجارية عندك، أي قضية أنت تقدر تطيع الله سبحانه وتعالى؟ إذا أطعت الله سبحانه وتعالى في قضية الطلاق وفي غير قضية الطلاق، الله وعدك بشيئين: أولا يجعل لك مخرج من الفتن، من المشكلات. أكو حديث شفت في تفسير هذه الآية يقول مو بس مشكلات الدنيا، حتى مشكلات الآخرة، حتى في خروج الروح. إسرائيل لما يجي يقبض روح المتق الله يخفف عنه، بينما إذا أجى إسرائيل يقبض روح من لم يتق الله لا يشدد عليه، حتى وحشة القبر، مسألة القيامة، مسألة كل أشياء اللي قبل الموت وبعد الموت تقدر تعالجها بتقوى الله. تقوى الله علاج كل المشكلات إخواني وأخواتي، كل المشكلة حقيقة إخواني. أنا لو بعض الأشياء أقولها ممكن يفسروها غير تفسير، ما أرد أقول. جربوا، إذا التزمتم بتقوى الله أصلاً مشكلة ما عندكم، لا مشكلة اقتصادية، لا مشكلة عائلية، لا مشكلة سياسية، لا مشكلة إخلاقية، لا، كل مشاكلها بتقوى الله ترتفع. اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن، هاي واحدة. ثانيا ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. شنو مثل حيث لا يحتسب؟ يعني حضرتك موظف تاخذ راتب، ها، تدي راس الشهر راتبك راح، هذا يحتسب راتب الموظف، هذا من الرزق اللي يحتسب. التاجر ايضا يروح يفتح دكانه يبيع ويشتري يحتسب. الملاك اللي عنده اجار، عنده عماره ياجرها، ايضا يدري راس الشهر هذا المستاجر يجي، هذا يحتسب. هذني الارزاق اللي تحتسب. الموظف يحسب الراتب ماله، الملاك يحتسب الأجار ماله، التاجر، العامل، عامل بنا، عامل نجار، نجار يقول أنا أنجر هاي النجارة أخذ أجرة، أجرة النجار تحتسب، أجرة الحداد تحتسب. الله شو يقول؟ يقول الرزق اللي يعطيها، فكركم يمي ولا، ترى مسألة لطيفة. إذا احتسبت الله، الله يرزقك من حيث لا تحتسب، يجيب لك رزقك من غير الراتب، من غير أجرة العامل، من غير ما تأخذ كذا أجار أملاكك، من غير تجارة، الله يودي لك رزق.